إذا جمعنا الكريم نستكمل انطلاقاتنا الصباحية لهذا اليوم، وهذا الشوط هو الشوط الرابع لفئة الزمول. ننطلق مع اللي في المقدمة هناك، هذا الشهم لمحمد بن سعيد بن قحيز، هو من في الصدارة، هو من في المقدمة وشعاره على ظهر الشهم. واللي في ثاني المراكز الواصل هناك هذا براق لراشد بن حمد بن قعيس المري في ثاني المراكز، وفي ثالث المراكز الوصول هناك والاندفاع من جانب اللي في ثالث المراكز حوران لبريك بن حمد بن هليل، وفي رابع المراكز يبقى هناك المغادر لعلي بن عبد الهادي الغيثاني مع المغادر، وفي خامس المراكز هذا ظبيان لحمد بن هزاع العذبة. هذه إذا إذاعتنا للخمسة مراكز المتقدمة، للخمسة مراكز اللي في صدارة هذا الشوط. وكما تعلمون المسافة 3 كيلومترات. أعود إذا والعود أحمد مع صدارتنا، أعود مع المقدمة هناك، أنطلق مع اللي ذاهب بعد، أنطلق مع المنطلق هناك. هذا اللي لا زال مسيطرا على الصدارة وعلى المقدمة الشهم لمحمد بن سعيد بن قحيز، لا زال في صدارة هذا الشوط ولا زال في المقدمة. أما اللي في ثاني المراكز اللي يتسلل هناك، هذا اللي في ثاني المراكز أراد تسلل هنا والاندفاع من جانب ظبيان لحمد بن هزاع العذبة مع ظبيان إذا في ثاني المراكز. أما ثالث المراكز فأرى الوصول هناك من الجانب الأيمن من جانب شاهين لفهد بن سالم بن مسعود مع شاهين، وفي رابع المراكز، رابع مراكزنا تسلل ما شاء الله على هذه الانطلاقة، يا سلام. هذا براق لفهد بن سالم بن مسعود أيضا في رابع المراكز، وخامس المراكز إذا يبقى هناك مع براق لراشد بن حمد بن قعيز المري. أعود مع الصدارة، أعود مع المقدمة، أذهب مع اللي في المقدمة هناك. هذا اللي لا زال مسيطر على زمام الأمور، الشهم إذا، الشهم لمحمد بن سعيد بن قحيز، لا زال في الصدارة، لا زال في المقدمة، يرافقه هناك من الجانب الأيمن. هذا اللي من الجانب الأيمن براق إذا، أو عفوا شاهين لفهد بن سالم بن مسعود مع شاهين إذا في ثاني المراكز. ثالث مراكزنا الوصول هناك من جانب ظبيان لحمد بن هزاع العذبة مع ظبيان على ثالث المراكز، وفي رابع المراكز، رابع مراكزنا براق لفهد بن سالم بن مسعود، أعود مع الصدارة هناك لأرى أيضا شعار بن مسعود ختمنا به ورجعنا لنعود إليه في المقدمة وفي الصدارة بعدما تجاوزنا في هذه اللحظات لوحة الكيلو متر الأخير. كيلو المضمرين، كيلو ما بعده كيلو، كيلو الصراع، كيلو المساير. الله 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 على هذه الانطلاقة، انطلاقة شاهين، هذه الانطلاقة السريعة بعد المسافة كليا بينه وبين بقية المشاركين. إذا شاهين يرقص وحيدا في المقدمة، يرقص منفردا في المقدمة، حبا وطربا للفوز، حبا وطربا للناموس. هذا إذا ترونه أمامكم جميعا على الشاشات. والله الله الله الله، إذا راح شاهين لفهد بن سالم بن مسعود، انطلق ما شاء الله، بدأ يبعد المسافة اللي في ثاني المراكز هناك القادم. هذا الشهم لمحمد بن سعيد بن قحيز، ولكن أظن وإن لم يخيب ظني أن شاهين هو من سينتزع نقطة هذا الشوط إذا استمر بهذا الأداء الجميل. راح شاهين، طار شاهين، باعد المسافة بينه وبين بقية المشاركين، أصدرت عليه التعليمات شاهين. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله على انطلاقة شاهين وعلى الأداء والعرض الرياضي اللي قدمه شاهين. أما اللي هناك في ثاني المراكز عفوا، هذا القادم هناك وحذاري من القادم الشهم لمحمد بن سعيد بن قعيس، ولكن خلاص بن قحيس عفوا، الشهم إذا في ثاني المراكز لمحمد بن سعيد بن قحيس، واللي في المقدمة تهانينا له والناموس على هذا الفوز. شاهين لفهد بن سالم بن مسعود ثاني المراكز هناك، الشهم لمحمد بن سعيد بن قحيس، واللي في ثالث المراكز هذا ظبيان لحمد بن هزاع العذبة. التوقيت الزمني لهذا الشوط 4 دقائق 48 ثانية، 23 جزءا من الثانية. تهانينا لجميع الأخوة الفائزين.